تحتك للتفجير الذي نفذه لاجئ سوري أمس بألمانيا؟ هل هو بداية لعمليات إرهابية يعني تتعرض لها ألمانيا وأوروبا بشكل عام، أم هي مجرد حادثة لاجئ لم يسمح له بالإقامة في ألمانيا؟ هذه الحادثة ليست حادث منفرد، ولكن منطقة اليورو دول مربع كما جاء من تقارير استخباراتية ومعلومات خارجية أن هناك أربع دول أشار لها عدة تقارير في مقدمة العمليات الإرهابية أو مستهدفة من التنظيمات المسلحة داخل منطقة اليورو، وهي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا. دعني أشير لك أن وزير داخلية ألمانيا الذي تحدث في التقرير منذ قليل في شهر أكتوبر من العام الماضي قد أشار أن هناك خلية لداعش يبلغ قومها 200 من العناصر الذين يحملون الجنسية الألمانية. وزير رئيس الاستخبارات الفرنسي بعد حادث محمد بوهلال في نيس قد حذر المخابرات الألمانية، ولكن خريطة التنظيمات المسلحة اللي موجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي سوف تهدد هذه العملية، وسبقها العملية اللاجئ الذي رفع سلاح أبيض وجه وقتل امرأة قبل هذه الحادثة بعدة ساعات وأصاب آخرين. الغريب أن هناك تعتيم من الإدارة الألمانية وليس المؤسسة الأمنية حول تقييم هذه الأحداث، وهم يعلمون أن هناك آلاف اللاجئين والعرب الذين يحملون جنسيات دول الاتحاد الأوروبي ما فيها ألمانيا وفرنسا، وهم ينتمون إلى السلفية الجهادية وعلى تواصل بعناصر تكفيرية داخل منطقة الشرق الأوسط. ما يحدث الآن هو استهداف لمنطقة اليورو وتهديد مباشر، وهذه العملية سوف لا تكون الأخيرة، لأن هناك نقطة ارتكاز على تواصل بكافة العناصر المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وداخل أوروبا بما يعرف بالجبهات المتوحدة. فهناك تواصل بين جبهة النصرة وأنصار الشريعة وتنظيم الدولة الإسلامية داعش. وآخر تقييم بالنسبة لفرنسا نيس، لماذا نيس ولماذا بروكسل؟ هناك عندك لديك مدينة مولمبيك في بروكسل فيها 60,000 من العناصر المتطرفة الذي خرج منها يوسف العجمي الموظف الذي كان يعمل في مطار ديفنتنزت الذي تم تفجيره في بروكسل، مجموعة نجم العشراوي الذي شارك في تفجير مطار بروكسل. هذه النقاط والعناصر الارتكازية والذئاب المنفردة من العناصر المسلحة كيف تتحرك ومن يقف وراءها ومن يقف خلفها؟ أعتقد أن شرطة اليوروبول، شرطة الاتحاد الأوروبي، تعلم جيدا أنها في موقف لا تحسد عليه، لأن هناك تهديد مباشر، وخاصة أن ألمانيا وفرنسا وانجلترا دول المربع التي تستهدف من العناصر المسلحة سوف أنها لم تستطع أن تواجه هذه العمليات المنفردة، لأنها ليس لديها قاعدة معلومات حول هذه العناصر المسلحة. أشكرك على هذا التحليل أستاذ أحمد عطا، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة عند مدخل بلدة الخالص شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجير الذي وقع خارج البلدة التي تبعد نحو 80 كيلومتر عن بغداد. يأتي الهجوم غداة مقتل 21 شخص جراء تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية عند مدخل منطقة الكاظمية شمال بغداد والتي تقطنها أغلبية من الشيعة. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجراح إثر سقوط قذائف مورتر على عدة أحياء خاضعة لسيطرة الحكومة في العاصمة السورية دمشق. يشار إلى أنه من النادر استخدام قذائف المورتر في هجمات على المناطق الحكومية انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. في الوقت ذاته باتت 4 مستشفيات ميدانية وبنك للدم في الأحياء الشرقية في مدينة حلب السورية خارج الخدمة بعد تعرضها خلال 24 ساعة الماضية لغارات جوية عنيفة، ولم يتضح ما إذا كانت الطائرات التي شنت الغارات التي استهدفت الأحياء الشرقية من مدينة حلب والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة سورية أم روسية.
وقعت اليوم انفجارات عنيفة جراء قصف مقاتلات التحالف العربي مخازن أسلحة شمال العاصمة اليمنية صنعاء. وكانت مدينة عدن جنوبي البلاد قد شهدت أمس عدة انفجارات في إطار تصعيد أعمال العنف التي تشهدها المدينة. وذكرت مصادر أمنية أن انفجارا وقع بجوار منزل اللواء أحمد سيف اليافعي قائد المنطقة العسكرية الرابعة في منطقة دار سعد بعدن إثر استهدافه من قبل مجهولين بقذيفة RPG، ولم يؤدي الانفجار إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية. كما سقطت قذيفتا هاون بالقرب من مقر اللواء الخامس مظلات المتمركز على طريق صبر بمحافظة لحج دون وقوع إصابات. ختام النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. انطلاق أعمال القمة العربية اليوم في نواكشوط للمرة الأولى، والنزاعات في سوريا وليبيا والعراق على رأس جدول الأعمال. تركيا تصدر أوامر باعتقال 42 صحفيا، ورئيس المفوضية الأوروبية يستبعد إمكانية انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي في وقت قريب. لاجئ سوري يفجر نفسه جنوبي ألمانيا ويصيب 12 شخصا، والشرطة تقول إن المهاجم حاول الانتحار مرتين من قبل. انتهت النشرة، شكرا للمتابعة.